الاستاذه عزيزه شندي حسون امينه المراه في حزب العداله الاجتماعي. برحب بحضرتك معانا في موقع بصراحه. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك في لجنه او جلسه التكافؤ الفرص والعداله الاجتماعيه، جلسه مهمه في الاسبوع الخامس للحوار الوطني ومناقشات وافكار عن تكافؤ الفرص، راي حضرتك ايه النهارده في الافكار اللي سمعتيها وكمان رايك كممثله عن حزب العداله الاجتماعي؟ والله انا اولا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان اتاح لنا فرصه الحوار الوطني لكافة المجالات وكافة الأبحاث عن كل المطالب للمجتمع في الجمهورية الجديدة. في نفس الوقت أنا بتكلم عن، مش هقول عن الفرد، هقول عن المجتمع، وبتكلم مش بالنسبة كمان للحزب العدالة الاجتماعية، أنا بتكلم عن الأمة المصرية كلها أجمعين. فبقول إن من خلال الحوار الوطني تم النهاردة جلسة عن الحلقة عن التكافل الكرامة والتكافل الاجتماعي، التكافلات الاجتماعية، بحيث ان برضو بنناقش بعض الحوارات المهمة جدا سواء للمرأة سواء للعامل سواء في مجال الحالات الاجتماعية سواء الأرملة سواء الشغل بكافة المجالات سواء عامل او خريج شهادات. بالنسبة احنا بنطالب ان العدالة والتكافل ما بين الفرص العمل، كلنا بنكمل بعض، في فرص بتبدأ من العمل البسيط لازم هو بيكملنا، واللي معاه شهادة برضه هكذا، مش شرط ان انا اكون معايا شهادة عالية وابويا فلان وابويا علان، لا، انا بقول ان الراجل المناسب في المكان المناسب وكل واحد على كفاءته، كل واحد في المكان بتاعه. يعني انا في العصر السابق اكتر، في قبل جمال عبد الناصر وقبله، كان ممكن يكون والده فلاح وامي لا يجيد القراءة ولا الكتابة، وبالرغم من كده كان بيدخل الكلية الحربية على كفاءة الطالب هو عايز يدخل ايه. واكيد لما اي شخص هيدخل مجال هو بيحبه اكيد هيدخل فيه ويبدع فيه وهيدي كل طاقته وعلمه وهيدي اكتر واكتر، وثقافته بعلمه هيمدنا بالمعلومات اكتر والحداثة في نفس الشغل. في نفس الوقت انا بقول المحسوبيات وغيرها الحمد لله رب العالمين اتحسنت عن الاول، ما عادش زي الاول، وبنطالب برضو عدم الرشاوي، بنطالب برضو توظيف بعض الفئات في مجالات، في زي انا هتكلم عن الزراعه كمان، ان في مكان في الدقهليه انا عاصرته عن نفسي ما فيش فيه موظفين، يعني موظف واحد يدير كذا قريه ازاي وهو شخص واحد بس بيعوق قدامه العقبات للشغل. في نفس الوقت بنهي من خلال البرنامج النهارده الرشاوي، ويعاقب اي مرتشي في اي مجال من مجال العمل ان هو بكده بيساعد على الفساد.